فيا نساء المسلمات لا يغرركن الممسوخات ممن تربين على غير السنة، وإن كان آباؤهن وأمهاتهن ورجالهن ونسوتهن على السنة. فهؤلاء النسوة قرر بهم قوم هم من الدعاة إلى أبواب جهنم، فأخرجوهن إلى مغاضب الله عز وجل وخلاف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتفضلنا يا بناتي إن كنا حاضرات هنا ومن يسمعني عبر موقع ميراث الأنبياء، تفضلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجلة من النساء. من هي الرجلة؟ هي التي لا تتورع عن محاكاة الرجال في الملبس، في المشي، في المخالطة بحجة الدراسة أو مجالس نيابية، وترفع أصوات صوتها بحجة أن هذا من حقوقها السياسية، أو تجلس في مقاعد الاستقبال محاسبة مستقبلة كمتبرجة أو متعطرة. هذا كله ليس من أعمال النساء، بل هو من خصائص الرجال. فتفضلنا وعدنا يا من تحرص على دينها وعرضها ونفسها، عدنا إلى بيوتكن وقررنا فيها، قرنا تأسينا بأمهاتكن الذي